عرفت اليوم ان ارعى افتتاح معرض فنان كويتي، اسمحوا لي اقول عظيم، الاخ وليد الفرهود في معرضه ان الخط العربي لفتنا. وبالفعل اتمنى من الجمهور ان ياتي الى صاله العرض في ظاهر الدرس السالم لكي يطلع على الابداعات و ما يتميز فيه الفنان وليد من إبداعات. كل الشكر أن سمح لي أني أرعى هذا الاحتفال، وأتمنى أن يحوز على رضا وقبول الجماهير إن شاء الله. المعرض هذا فيه ثلاث نماذج من الأساليب: الأسلوب الكلاسيك، وأسلوب الحداثي، والأسلوب اللوني، وأسلوب كذلك دخلت عليه أسلوب الزخرفي. فالمعرض طبعا هو أنا تحاشيت البراويز اللي موجودة، بحيث أن أخلي المشاهد يشوف العمل، بينه وبين العمل حنية، بين العمل يكون ما في حواجز. واختياري للخامة الجديدة هي الورق الهندي، وكذلك المعرض يتضمن 50 لوحة متنوعة فيها من الحرفيات الضعيفة جدا جدا والنمات، وفيها من الحرفيات الكبيرة. ولكن يعني أنا اللي أبي، ما أبي أحرق المعرض هذا بالكلام، أبي الجمهور يستمتع ويشوف على التجربة الحية. عبد الرحمن دائما يتحفنا في كل معرض شخصي بأسلوب جديد، بطرح جديد، بعرض جديد، ويكون يلامس حاجة الناس لهذا النوع من الخطوط، وهو يتفرد في إبراز الحرف بشكل حديث. نجد تنوع في هذا المعرض، تنوع شديد، واستخدام الورق الهندي الأصيل اللي يدل على أن اللوحات هي أصيلة لاستخدامها هذا النوع من الورق الهندي، ورق طبعا متنوع بألوان متعددة.